بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله جميع أبنائي وبناتي المشتركين معنا في هذه الدورة التدريبية وهذا البث المباشر للاستعداد لاختبار القدرات، الاختبار المحوسب. اليوم إن شاء الله بنبدأ مع بعض نموذج جديد وملفات جديدة من ملفات الاختبار. اليوم إن شاء الله هناخد نموذج جاء لأحد طلابي كما هو موجود هذا النموذج عندكم في الدرايف بالنص من أول سؤال لآخر سؤال يا كريم. نموذج جميل ومهم وفي ثلاث أسئلة صعبة مرة، اسمه نموذج القراءة والزجاج. القراءة والزجاج من النماذج المشهورة والجميلة والمهمة والمتكررة في الأسابيع الماضية. هنبدأ مع بعض كده، أنتوا طبعا عارفين الملفات بنشرحها من كتاب إنفينيتي نماذج المحوسب اللي هو رابط بحر القدرات اللي احنا ارسلناه لكم على الواتس. السؤال الاول موجود على الشاشه الان، احنا بنعرض السؤال زي ما انتم عارفين وبنفتح الشات للمناقشه، ولو حبيت تجاوبوا معايا صوت ولا حاجه ترفع يدك. اكتب الصوت عندكم عشان الشباب اللي معايا اكتب الصوت لو سمحتي. بيقول في السؤال الاول في الشكل المجاور ألف باء جيم دال مربع، الشكل الكبير كله مربع طول ضلعه 28، أوجد محيط المربع الصغير اللي هو اسمه هاء واو سين وصاد. طبعا عندي مربعين، المربع الكبير كله والمربع الصغير اللي في الداخل، وطالب مني كلمة المحيط. المحيط يا شباب زي ما انتم عارفين في الرياضيات، المحيط الناس اللي بتتأسس، المحيط اللي هو مجموع الأضلاع. يبقى أنا أجمع أضلاع المربع الصغير اللي جوه يعطينا المحيط للشكل. المحيط اللي هو في عندكم بيقول عليه الباراميتر اللي هو الخط الخارجي. اكتبوا الإجابات الآن على الشات وبعد كده يا عبد الله بشوف الإجابات. أحمد بيقول إجابته جيم، وعبد العزيز جيم، وحبيبة جيم. مين ثاني جاوب؟ ده في قبل كده ما شاء الله. وفي محمد علاء جيم. بس هذول اللي جاوبوا معي. طيب تعال نشوف الإجابة الصحيحة ايه سريعا كده سريعا كده. قول لي يا محمد يا علاء اخترت ايه في الإجابة هنا؟ تبقى جيم يا استاذ 32 سم. طب قول لي ليه جيم 32؟ لانه قال لي هنا انه ضلع المربع الواحد 28، وهنا ضلع المربع الواحد في 10 و 20. لو ده كله 28 وهذه 10 وهذه 10 يبقى هنا كام؟ هنا 8. تقعد سين تبقى 8. خلاص اذا عرفنا الضلع حق المربع اخد ال 8 واضربها في 4 عشان هم 4 اضلاع يطلع الجواب 32. سؤال حلو. ماني بنضيع فيه وقت لان عندنا اسئله صعبه شويه. يبقى ال 10 وال 10 هذه يا اولاد استفدت فيهم ان هم ايه؟ ان هم قطعتين من ال 28. 10 و10 20 باقي من ال 28 8. إذا كان طول الضلع 8 8 أربع مرات يدينا 32. سؤال على الشاشة الآن بيقول في الرسم اللي أمامي من الرسم المجاور ما مساحة المظلل إلى الشكل كامل؟ هو معطيني يا أولاد مثلث، والمثلث ده فيه بعض المثلثات المظللة وبيقول لي نسبة المظلل كام؟ الملفات هذه يا ولاد موجوده في الدرايف على رابط اسم بحر القدرات نماذج المحوسب المحدثه. قول لي يا احمد يا علاء كم مربع كم مثلث مظلل يا احمد يا علاء؟ ستة أستاذ. ست مثلثات مظلله. النسبه او الريشيو هي الجزء على الكل. الكل كم يا احمد يا علاء؟ 16. 16 مربع، ما تعد الابيض بس. احنا عدينا يا دكتور عبد الله عمر، قلنا المظللات 6 والغير مظلل ولكل الشكل 16. ال 6 على 16 هذا كسر مش في ابسط صوره. عشان يكون في ابسط صوره اقسم على الاثنين فوق واقسم على الاثنين تحت. 6 على الاثنين فيها 3، 16 على الاثنين فيها 8، يطلع الجواب ب 3 على 8. شكرا يا احمد، سؤال جميل على الشاشه. وطبعا الطلاب بيكتبوا لي على الشات او بيكلموني صوت وانا شايف الاجابات الان. السؤال الثالث. السؤال الثالث بيقول ان انا عندي، كبر الرسمه شويه، عندي اولاد عدد طلاب فصل 40 طالب.
في 40 طالب عندي، دول الناجحين ودول الغائبين ودول الراسبون، وطلب مني عدد الطلاب الناجحين. كم عدد الطلاب الناجحين؟ اللي جاهز ممكن يرفع يده عشان اشوف مين اللي عايز يتكلم. اللي جاهز ممكن يرفع يده. قول يا ميمونة. معلش. عدد الناجحين 30. عدد الناجحين لأنه رفا. مين يتكلم، رفا ولا مين؟ أنا رفا. قول يا رفا. كم عدد الناجحين؟ 30. ليش 30؟ لأنه قال إن النسبة كاملة 40. أيوة. ونسبة اللي هي حق الغائبين والراسبين هي الربع، إنه زاوية ممتاز قائمة. ممتاز. فيصير نقسمها في رفا. يا أولاد بتقول لكم رفا إن لو أنا جيت خدت البيتزا دي اعتبرتها بيتزا وقسمتها هكذا يا دكتورة رفا، من هنا كده ومن هنا كده، يبقى أنا قسمت البيتزا لأربع قطع، أربع أجزاء، كل واحدة تمثل الربع. كل واحد تمثل الربع، يعني الأربعين طالب يتوزعوا على أربعة أرباع، هنا عشرة وهنا عشرة وهنا عشرة وهنا عشرة. يبقى إذن عدد الطلاب الناجحين هيكونوا ثلاث عشرات لأنهم ثلاث أرباع، لأن الغائبون والراسبون واخدين يا أولاد ربع بس. يبقى هنا الإجابة هتكون 30 والجواب جي. نفس الرسمة بس سؤال آخر. شكرا يا رفا. طبعا حاول الناس يشتغلوا معايا كده. الحمد لله على السلامة يا نرجس. بيقول يا نرجس، جاوب السؤال ده يا نرجس يلا. بيقول ما النسبة المئوية للراسبين؟ عايز النسبة المئوية للراسبين، يعني الراسبين هذول يسوون كام بالمية، هذا قصده. طبعا انا شايف حبيبة بتقول ألف، وعبد العزيز بيقول ألف، ومحمد علاء ألف، ورفا ألف، هذول اللي جاوبوا. والباقيين بيعملوا إيه؟ بيتفرجوا علينا ولا إيه؟ حاول تكتب الإجابة يا بطل. اللي معانا في التدريب كله يكتب الإجابة. طبعا يا أولاد نسبة الطلاب الراسبين لو تلاحظوا إن دول مع بعض واخدين 25% يعني ربع، لأن في هنا مربع هنا يعني زاوية 90، دول واخدين الربع. فإذا كان الغائبون واخدين 15% يبقى أطرحهم من ال 25، يبقى 10% نسبة الطلاب الراسبين، والإجابة هي ألف. سهل النموذج؟ أيوة سهل، لكن في ثلاث أسئلة صعبات. السؤال رقم 5، أسيبك ثواني تفكر في السؤال وبعد كده ترجع لنا في الحل. فكر في السؤال شوية. عبد الله والشباب ممكن تكتب على الشات، وممكن تكلمني صوت يا عبد العزيز، وممكن تحلوا معايا. قول يا كريم. جيم يا بس. هو بيقول يا كريم، بيقول ان سين اكبر من صاد، والصاد أكبر من عين، ماشي، ودول أعداد متتالية. كلمة متتالية يعني بعد بعض، ولكن العين تربيع لازم تساوي السين، فلازم أحط دي 4 ودي 3 ودي 2، صح يا كريم؟ صح. عشان العين 2 يعني 2 تربيع بتساوي 4، كلامنا صح كده، الأمور صحيحة. لو ربحت العين اللي هي 2 هتديك الأربعة اللي هي السين، يبقى قيمة سين هتساوي 4، واختار جي. لو في ملاحظة على أي سؤال علموني، ولو في سرعة أو بطء أو في حاجة مش مفهومة برضو علموني. السؤال على الشاشة الآن. ممكن تكتب على الشات يا أولاد، لو في حاجة مش واضحة ممكن تكتب لي على الشات. بيقول يا أولاد في السؤال إذا كانت النون عدد صحيح. كلمة عدد صحيح يعني ممكن موجب أو ممكن سالب أو ممكن صفر. إذا كانت نون عدد صحيح ونون أكبر من ست، نون تربيع أكبر من 16، هذه متباينة،
ونون تربيع أصغر من 28، طالب مني قيمة نون ممكن تكون كام؟ اكتبوا على الإجابة. ممتازة يا لولو، لولو وشروق وأحمد. عبد الله عمر والشباب، لما يقول يا أولاد إن نون تربيع أكبر من 16، يبقى النون بس أكبر من كام؟ لما أخذ الجذر كلموني صوت، كله يكلمني. إذا كانت النون تربيع أكبر من 16، لما أعمل عملية جذر يبقى النون أكبر من كام؟ من 4. ليش ما يتكلموا الشباب؟ ليش ما يتكلموا ويعلوا صوتهم؟ إذا كانت نون تربيع أكبر من 16، لما جذر يبقى النون أكبر من كام؟ أكبر من 4. طيب تعالي الثانية، إذا كان نون تربيع أصغر من 28، لما أخذ الجذر يبقى أكيد قريبة من 6، لأن ما فيش جذر لل 28، أقرب حاجة لها 36. يعني النون يا أولاد بين 4 وبين 6. مين بين 4 وبين 6؟ قيمة نون هتكون بين 4 وبين 6، يعني لو عملت عملية جذر الأولى تديك 4 وجذر الثانية يديك 5 وشوية، احنا جربناها واعتبرناها 6. يبقى السؤال رقم 6 هيكون الإجابة باء. اللي قيمة النون هتكون بين 4، يعني أكبر من 4 وأصغر من 6، والجواب هيكون باء. سؤال على الشاشة، جميل وسهل، بيقول إذا كان 250% من س تساوي 100. إذا كان 250%، قولوا لي يا ولد وش معنى 250%؟ هل هذه لها معنى؟ هل هذه لها معنى؟ ليش ما تكلموني؟ ال 250% معناها إيه؟ معناها الشركة مرة ونص، معناها رأس المال مرتين ونص، آسف مرتين ونص. ال 250% معناها مرتين ونص، تمام؟ إذا كان 250% يعني مرتين ونص العدد يساوي 100، يبقى العدد يساوي كام؟ قول لي يا محمد يا علاء. هتبقى دال يا أستاذ؟ هيبقى دال. ليش؟ لأن لو العدد هو 40 وكمان 40 كده مرتين ونص 20 كده يعطينا 100. هذا حل. وفي حل ثاني، ايه هو الحل الثاني؟ ان اقول 250% من عدد يساوي 100، شيل من هنا صفر وشيل من هنا صفر، يعني ربع العدد ربعه يساوي 10. مين اللي ربعه يساوي 10؟ ال40، لان ال40 لو قسمتها على 4 يطلع الجواب 10، يبقى إذن الجواب هيساوي 40. أنا حليت السؤال بطريقتين، مرة بطريقة المرتين ونص، ومرة إن أنا شلت صفر مع صفر وجبت 25%، 25% هتمثل ربع العدد. السؤال اللي بعده سؤال جميل برضه سهل. في كثير من العيال عندي حلوا هذا السؤال كده بالحظ وجاء معاهم ما شاء الله. وفي واحد ثاني سألني قال لي وش ليش فايدة ال 18؟ فكر يلا وارجع لنا. بيقول إذا كان المثلث اللي أمامي هذا مساحته 18، طالب مني قيمة الصاد، الزاوية صاد هذه تساوي كام؟ يلا يا شباب. السؤال رقم 8، ما شاء الله انا شايف طبعا كل الشباب بدأوا يكتبوا على الشات اهوت، شايف لولو وشايف سلمى وشايف كريم محمد وعبد العزيز. اكتب يا عبد الله معانا يا عبد الله. عبد الله
طبعا لو انا حبيت اجيب العدد اللي عندي شوفوا اعمل ايه في السؤال. اول حاجه يا شباب، في بعض الطلاب جت معاهم بالحظ كده، في واحد اليوم بيشرح معايا السؤال ده قال الاستاذ هذه مربع والمربع يعني زاويه 90 وهذا الخط في النص يبقى 45، جت معاه بالحظ. هي صح 45 صح، بس هل في يا اولاد فايده من ال 18 دي؟ ايوه في فايده من ال 18. هل في فايده من السته هذه؟ ايوه في فايده من السته. السته وال 18 اكيد لهم فوائد في المساله، ما هم جايين كده. ايه فايدتهم؟ ان اذا كان المثلث مساحته 18 وهو مساحه المثلث اللي هو نص القاعده في الارتفاع يضرب في 2، يعني اضرب في 2 يعني القاعده في الارتفاع هتساوي 36. يعني اذا كان ده 6 فده 6، اصبح المثلث ده متطابق الضلعين، في زاويه 90 يبقى دي 45 ودي 45 وهذه قائمه، يبقى 45 و45 لفه طويله. بس هذا هو التفسير العلمي. في واحد يقول لي انا على طول انا قلت الزاويه 90 متقسمه حتتين، ماشي ماشي الحال، لكن اللي انا قلته هذا هو الطريقه العلميه. الطريقه العلميه ان انا قلت ان مساحه المثلث نص القاعده في الارتفاع، يعني يطلع 18 القاعده في الارتفاع بعد الضرب في 2، يعني لازم ده يكون 6 ولازم ده يكون 6. السؤال اللي بعده على الشاشه. يقول في الشكل المجاور مثلث ألف ب ج، ألف ب ج مساحته 12 سم مربع، قارن بين مساحة المثلث اليمين ومساحة المثلث اليسار. شاطرة يا سلمى، أنا شايف سلمى كاتبة الإجابة أول واحدة، وبعدها عبد العزيز، وبعدها مين هذه؟ أيوه تمام تمام حاول يا ولاد كل واحد يبقى حساب الزوم باسمه. حساب الزوم خليه باسمك يا ليه. تمام. البتول كاتبه هنا الاجابه الصحيحه برضو. البتول ولولو كاتبه الاجابه الصحيحه. واللي مين اللي رافعين يدهم؟ ميمونه رفا، قول يا رفا. مين الأكبر، مساحة الشكل هذا ولا مساحة الشكل هذا؟ متساويين. متساويين. طبعًا يا أولاد مش بالشكل بس. مساحة المثلث ده اللي هو نص القاعدة في الارتفاع، ومساحة المثلث الثاني نص القاعدة في الارتفاع، اللي هو المثلث الأحمر ده. الاتنين لهم نفس القاعدة، القاعدة واحدة والارتفاع قد الارتفاع. يبقى المساحة قد المساحة، والجواب هيكون ج. سؤال مشهور وبيجي كثير في الاختبار. تمام. السؤال رقم 9 سؤال سهل برضو، سؤال 10 سؤال مهم. ممتاز يا عبد الله، ايوه كده يا عبد الله. حاول بقى تتعود يا عبد الله على الكتابه كده وتخش معاهم في الجو كده وتحل معاهم. بطل. قول يا اولاد فصل به 32 طالب، نسبة الناجحين إلى الكل. قولوا لي يا أولاد هو لو الناجحين 7 والكل 8 يبقى الراسبين كام؟ 1. يبقى الراسبين قولوا لي الراسبين 1. الراسبين 1 صحيح، الراسبين 1. يبقى إذا كان يا أولاد عدد الطلاب الناجحين 7 وكل الطلاب 8 نسبتهم يعني، يبقى لازم الراسبين كام؟ 1. تعال نقول نون يعني ناجح، راء يعني راسب، ميم يعني مجموع. الواحد عرفت جبناه منين؟ يا كريم عرفت الواحد جبناه منين يا كريم، ولا ما عرفت الواحد جبناه منين؟ عشان كل 8 مستر والناجحين 7. ايوه كل 8 من الطلاب 7 ناجحين، يبقى في واحد راسب. بيقول الفصل كله فيه 32،
يبقى اخد ال 32 واقسمها على 8 اللي هو عدد طلاب الفصل، يطلع الجواب 4. يعني السهم الواحد ب 4، يعني هذا ب 4 اللي هو عدد مين؟ عدد الراسبين. طب سؤال بقى لكم، كم عدد الناجحين؟ كلموني، كم عدد الناجحين؟ 28 22. 8 28. رفض قول 28. احمد علاء ومحمد والشباب كلموني كلكم. ايوه، اذا كان الراسبين جزء واحد او نسبه واحده او سهم واحد اللي هو طلع باربعه، يبقى عدد الناجحين 7 في 4 يدينا 28. ولو جمعناهم يا رفا ال 28 وال 4 هيطلع الجواب 32 العدد الكلي. كلامنا صح. سؤال مهم هذا اللي انا شرحته يا شباب من شوي. لو في اي ملاحظه عندك علمني، افتح المايك وكلمني على طول، لا تنتظر حتى تكتب. ممتاز يا عبد الله، بطل ما شاء الله عليك، واضح انك شاطر. بيقول يا اولاد اذا كان نون عدد زوجي، قلنا يا شباب في الاعداد اللي لما في المسائل اللي بيقول اذا كان نون عدد زوجي ولا فردي اعمل ايه؟ كلموني. اذا كان نون عدد زوجي ولا عدد فردي اعمل ايه؟ ما شاء الله، ليش مسكرين المايكات ومسكرين؟ احط نون بقيمه. احط نون بقيمه. اعوض. قول لهم بالله يا رفا، قول لهم هذول اللي مستحيل يتكلموا، هذول الحلوين هذول. اذا كانت نون بتساوي عدد زوجي، انا بحط نون بعدد وليكن 2 وليكن 4، اهم حاجه يكون زوجي. فاي الاتي فردي؟ انا عايز يا اولاد اللي يطلع فردي. طبعا لازم اجرب. طلعت معاك ايه يا رفا؟ الف. الف. هبه كيف طلعت معاك انا يا هبه؟ الف. هبه. نعم. كيف طلع الجواب ألف ولا باء؟ 3 ضرب 2 6 زائد 3 9 9 فردي. يبقى 3 ضرب 2 اللي هو قيمة النون الزوجية زائد 3، 3 ضرب 2 6 و3 9، خلاص ما في داعي أكمل يا هبة، صح؟ يبقى الجواب على طول هو ألف لأن الجواب طلع فردي. شكرا يا هبة. السؤال على الشاشة الثاني. سؤال سهل كمان قبل ما نخش في المسائل اللي فيها مشاكل. أتمنى الشباب كلهم يحلوا معي ويكلموني صوت. قول يا عبد الله، عبد الله عمر، تعرف تكلمني؟ ولا صعب السؤال عليك؟ بيقول أقام سعد وسعيد حفلاً. كان مجموع المدعوين 27. أنا بحب السؤال ده جداً يا أولاد والله. كان عدد المدعوين لسعيد أكثر من اللي دعاهم سعد بتسعة، كم عدد من دعاهم سعد؟ كلموني، هو سعد القليل ولا الكثير؟ سعد اللي دعا كثير ولا دعا قليل؟ دعا قليل. دعا قليل. فأنا أول حاجة بعملها إيه؟ آخذ يا أولاد السبعة وعشرين هذه وأوخر منها مين؟ وأوخر منها التسعة اللي هو الفرق، يعطينا 18، وبعد كده قسم 18 بالعدل 9 9. قولوا لي يا ولاد وش التسعة هذه؟ وش التسعة هذه؟ حق ايه؟ التسعة حق اللي دعاهم سعد. لا فرق. اللي دعاهم سعد، طب كم سعيد؟ هيبقى الضعف. هيبقى 9 وعليها التسعة اللي هي الفرق دي. التسعة وعليها التسعة اللي هي الفرق، هيطلع الجواب لو قال سعيد يطلع سعيد ب 18، ولو قال سعد يطلع سعد التسعة، والجواب هيكون د. أحسن طريقة في حل هذا السؤال يا عبد العزيز إن أنا أطلع الفرق ثم أنا أقسم الباقي جزئين، ودي طبعا زي ما أنتم عارفين مسألة مشهورة ومعروفة فكرتها كما تحب. في أكثر من طريقة للحل. يلا نخش على أسئلة الجد شوية، لسه ما جيناش على الجد. أحد طلاب اختبر في هذا النموذج يا أولاد، جاله ثلاث أسئلة من الصعبات، كان حافظ الإجابات، رص عليهم على طول، والله بيقول ما فكرت،
بيقول في السؤال هنا، خلينا نسكر الشاشة هذه كده، أيوة، بيقول غرفة مستطيلة الشكل بعدها، كلمة البعدين معناها الطول والعرض، البعدين يعني الطول والعرض، غرفة مستطيلة الشكل بعدها يعني طولها وعرضها، طبعا سؤال مشهور معروف طبعا، 9 و5، حطينا فيها يا أولاد سجادة أو زولية كده، السجادة هذه طول ضلعها 5، طالب مني ما مساحة الجزء الغير مفروش من هذه السجادة الغرفة؟ أتخيل معاكم المسألة كأنه عمل كده يا شباب، كأنه جاب أو كان عنده غرفة زي هذه، الغرفة هذه مستطيلة الشكل، جي جوه جاب إيش؟ جاب زي زولية كده ولا شيء، حطها في الغرفة، تمام؟ حطها كده، لما فرش الجزء ده باقي جزء غير مفروش، باقي الجزء اللي هو هذا الأبيض، كم مساحة الأبيض ده؟ قول يا أحمد يا علاء تعمل إيه؟ أول حاجة أضرب 9 في 5، أضرب 9 في 5 يدينا مساحة الغرفة 45، وبعدها المربع أضرب 5 في 5 يدينا 25، وبعدها أطرح بقى 45 من 25، هيطلع لي 10 20، معلش هيطلع لي 20 اللي هي الجزء الفاضي من الغرفة، والجواب هيكون ألف 20 الجواب الصحيح. بطل يا أبا يا أحمد، شاطر لحد الآن في الأسئلة الحلوة الوسط، ما دخلنا على الجد. في الشكل المجاور إذا كان المثلث اللي أمامي في بعض الزوايا وطالب مني إيجاد بعض الزوايا الثانية، كبرت لكم الشاشة هو عشان توضح الإجابة وتحلوا معي. فكر في السؤال واكتب الإجابة، طلع لي سين يا أولاد، حطوا لي سين بكام؟ لو تسمح لي يا أستاذ. أستاذ الفاضل. نعم يا بطل. مين اللي بيتكلم؟ معك عبد الله الصبي يا أستاذ. أنا عبد الله. عبد الله عمر. أي نعم. والنعم يا عبد الله، تفضل قول تجاوب. اي نعم يا استاذ. تفضل قول. نعرف ان مجموع زوايا المثلث يا استاذ هو 180 درجة. فال 40 و60 نعامل المثلث الكبير كامل. تمام. مجموع ذا يساوي 180. تمام. فال 40 و60 هذه 100، وال 20 معناها تكون 60، السيم 60. يبقى 60 هتطلع ب 60، ما شاء الله عليك. يبقى قيمة السين ب60، هذه 60 وهذه كام؟ 50. 50، أنت اختبرت يا عبد الله قبل كده ولا لسه أول مرة هتختبر؟ لا أول مرة يا أستاذ. إن شاء الله تبارك الله، طبعًا الدرايف اللي أنا أرسلته لك يا عبد الله في ملفات المحوسب هذه الجميلة والنماذج هذه اللي بتيجي في الاختبارات بالنص. هذا طالب طلابي جاله هذا النموذج ما شاء الله بالنص. من أول سؤال رجعته معاه، من أول سؤال لآخر سؤال. وهذا النموذج محدث عندنا، مش موجود محدث بهذا الشكل اللي عندنا. عبد الله يا اولاد قال لكم الزاويه هذه 20 والزاويه هذه 40 وهنا 60 ومجموع زوايا المثلث، لان دي تعتبر زاويه واحده، 40 و20 60 و60 120 باقي 60، قيمه السين 60 وهذه 50، يبقى القيمه الاولى اكبر من القيمه الثانيه. شاطر. دخلنا بقى في الجد، لا تقول لي كريم ولا محمد علاء ولا تقول لي الحوسه هذه كلها، يلا يا حلو، يلا أشوف بقى مين البطل اللي يكتب لي الإجابة للسؤال ده. أقوى سؤال في القدرات، أقوى سؤال في القدرات. الله، محمد علاء كتب لي جواب ما شاء الله بسرعة كده. أنتوا بتغشوا الإجابات ولا إيه يا ولاد؟ وعبد العزيز كتب الإجابات ما شاء الله. فين كريم وفين البنات؟ طبعا اللي يكتب لي اجابه واساله في الحل وما يعرف يا ويله، احسن انك ما تكتب اجابه
في الأسئلة اللي فيها تحدي وانت مش عارف الجواب ايه. طيب ميمون شو اسمه رفا، رفع يدها بتقول عايزة تحل معايا في السؤال ده، قولي يا رفا. رفع يدي من اول بس الإجابة متذكرها كانت اثنين. الإجابة يعني الإجابة محفوظة. ايوه يا شباب هذا من اصعب أسئلة القدرات، هذا من أسئلة التحدي. لو عايز تعجز واحد تقول له انت مذاكر قدرات ولا لا، وعايز تعرفه ان انت يعني بطل في القدرات اديله السؤال ده يا كريم. كم جوابك يا كريم؟ كريم كم جواب؟ نعم سر ما عرفتش. طبعا هذا السؤال يا اولاد هو سؤال وحيد، سؤال مميز، والجواب هو اثنين. طيب ليش الجواب اثنين؟ ها؟ طيب الجواب الحافظ اثنين، تعال اقول لكم ليش بس بسرعه بالله عشان ما في وقت. بيقول يا اولاد لما يكون عندي قوس تربيع، قوس تربيع اذكركم اللي انتوا خدتوه في الرياضيات، طلاب الدبلومه وطلاب الانترناشونال وطلاب العربي، لما اقول a minus b squared او plus a minus b تربيع a ناقص b تربيع، هذه بتطلع ثلاث اشياء. الاولى تربيع ناقص 2 حاصل الضرب زائد البي تربيع. يعني طب ايه علاقه ده بده؟ ان ده قوس تربيع وفي منه تربيع صحيح ولا فاربع الاولى، اربع الاولى تطلع من غير الجذر، واربع الاخيره تطلع من غير الجذر. يا سلام احلى حاجه. وفي الوسط 2ab، يعني اضربهم في بعض في اثنين، لما اضربهم في بعض دي تروح مع دي، يبقى بس باقي ناقص اثنين. قولوا لي يا اولاد هي س وص كم هنا؟ س وواحد على س كم بيعطيني هنا؟ اللي هي س وواحد على س مع بعض بكام؟ باربعه. باربعه. انا انقص منها الاثنين حق القانون يطلع الجواب اثنين. انا شرحت لكم الان شرح سريع عشان كده هذا السؤال ما في إلا واحد بس. أول ما يجي لك يا كريم هذا الشكل من السؤال حط اثنين وغمض عيونك وامشي. طب الناس اللي هم مثقفين في الرياضيات زي عبد الله ورفا وهذول عادي عادي، اعمل ايه؟ أما يكون عندي قوس تربيع يطلع ثلاث أشياء، A تربيع ناقص 2 AB زائد B تربيع. أنا عملت كده، ربحت الأولى طلعت 2 وربحت الأخيرة من غير الجذر، واحد على سين واثنين حاصل الضرب، لما أضرب يروحوا مع بعض البسط مع المقام يطلع الجواب اثنين بس. شيل السين وواحد على سين لأنهم بأربعة، أربعة نقصنا منها اثنين يساوي اثنين، احفظوها احفظوها بالله لا تزعجوني. تاني أصعب سؤال في النموذج، تاني أصعب سؤال الله يهديهم. بس على فكرة يا أولاد أنا تأكدت من أحد طلابي إن هذا السؤال برضو جاء وسؤال صعب. طبعا أنا ما بحب أقول سؤال صعب، لكن أنا بقول لكم بصراحة عشان الطلاب اللي هم عندهم اختبار قريب ينتبهوا لهذا النموذج، إذا جاء يحفظوا بس الثلاث أسئلة اللي أنا خدت منها الأول وهذا الثاني. إذا كان س ناقص ص يساوي 5 وس ضرب ص يساوي 10، عايز س تربيع زائد ص تربيع، هذا مثل الاولاني نفس القاعده بس هنا في اختلافات بسيطه. الاجابه كم اول؟ قولي يا رفا الاجابه كم؟ 45. حافظاها برضو ولا فهماها؟ لا والله ما انا فهماها. طيب خلاص الاجابه صحيحه لكن الطريقه هعلمها لكم الان. هذا السؤال يا أولاد الجواب 45، وهذا السؤال مع درس اللي احنا بنسميه المتطابقات. معلش السؤال جامد خليكم معايا شباب. مين بطل يحط لي س بعدد وص بعدد؟ جربوا كده. دايما يا أولاد لما يقول لي س وص حط أعداد. على فكرة يا أولاد في المسألة اللي فاتت الأعداد ما تصلح، في السؤال اللي فات ده يا أولاد الأعداد ما كانت تصلح. يعني احد الطلاب اليوم كان بيقول لي يا استاذ حط س باربعه، ما تصلح ما تيجي ما تضبط ما تضبط. برضو يا اولاد في السؤال هذا لو حط ارقام كده جرب ارقام ما تضبط.
حط سين باربعة، صدب واحد ما تيجي، ثلاثة واثنين ما تيجي، سبعة واثنين ما يصلح. فعشان كده الأرقام اللي ما تصلح فيها السين والصاد يا أولاد اعمل حاجة اسمها المتطابقات اللي أنا قلت عليه. والله أنا ليا فيديو على المتطابقات الأساسية ده ودي أرسله لكم والله تستفيدوا فيه. المتطابقات الأساسية أنا عامل فيديو رهيب على هذا الموضوع شارح كل المتطابقات والمسائل اللي جت في الاختبارات. أقول يا أولاد عشان ما ينفعش أحط سين وصاد بأرقام فهعمل إيه؟ أخد دي وربحها اللي هي سين ناقص صاد وأعمل لها عملية تربيع اللي هي بكام؟ بخمسة وعشرين. محمد يا علاء تعرف تفك لي القوس ده ولا ما تعرف؟ أفكه إيه؟ ثلاث أشياء. الأولى تربيع، اثنين حاصل الضرب، والأخيرة تربيع. كل ده بكام؟ كل ده بخمسة وعشرين. هو يبي سين تربيع وصاد تربيع اللي هم هذول. شوفوا يا أولاد، هو يبي هذه وهذه، خليهم هنا في اليمين. ودي سين صاد الجهة الثانية. هذه سين صاد. سين صاد يا أولاد بعشرة، اثنين في عشرة بكام؟ بعشرين. النموذج راح ولا ايه؟ ايوه راح. راح النموذج؟ تمام، خلينا افتحه مرة ثانية. ايوه. خليني افتحه مرة ثانية. هنا ستوب شير. تمام. اختراع الزجاج. فتح ثاني ولا؟ فتح. طيب اعادة للسؤال ثاني، يلا مش مشكلة. بصوا يا شباب عشان احل السؤال هذا بطريقه سهله يا كريم، اول حاجه احط ارقام ما تضبط، فانا هاخد هذا المقدار واسويه سكوير، اسويه تربيع، هذا اللي هو س ناقص ص اخليه تربيع. لما اخليه تربيع يبقى الاولى تربيع ناقص 2 حاصل الضرب زائد ص تربيع، كل هذا ب 25. شيلوا لي يا اولاد السين صاد ديت ب 2 في 10 يديك 20. 20 بالسالب. لما تروح ل 20 بالسالب مع ال 25 تروح بالموجب. يعني جوابي 20 و 25 يعني 45. في طريقه يا اولاد سهله الطلاب بيحفظوها، طبعا انا قلت كده الطريقه العلميه. في طريقه كده الطلاب بيتعلموها بيقولوا ايه؟ لما تكون عايز تجيب سين تربيع زائد صاد تربيع نعم. اعمل ايه يا اولاد؟ ربع هذول، ربع هذول اللي حق السين تربيع ناقص صاد تربيع 25، واعمل ايه؟ واجمع عليهم الدبل، واجمع عليهم الدبل زائد 20 يساوي كام؟ 45. دول طبعا اصعب سؤالين عندنا. ناخد سؤال رقم 17. على فكرة يا أولاد السؤال رقم 17 مرة جاء هنا 15 ومرة جاء 20. الطالب عندي مش فاكر هو 15 ولا 20، بس جت مرتين، مرة 15 ومرة 20. فكروا في السؤال وارجعوا لي. سؤال 17 الجواب انا شايف في ناس كاتبين باء وناس كاتبين. طبعا هنا برضو من النماذج الاسئله المحفوظه يا اولاد، هذا برضو من الاسئله المحفوظه اللي عندنا. بتقول ايه في السؤال اللي هو مثلث ومديك متطابق الضلعين ومديك ضلعه، لما يقول لك متوازي الاضلاع دبل الرقم ده، دبل الرقم 20 زائد 20 يساوي 40. طب لو كان الضلع يا اولاد 15 ادبله برضه. مره جات كان المجموع 30 في نموذج اخر وهذا النموذج يمكن يكون كان 30، او لو هو 20 يبقى دبله 40. وتعال نقوله ليش. تعال نقوله ليش. هو بيقول ايه يا اولاد هنا؟ ان الف باء 20 والف جيم 20، وحتى هذه مش عارف جابها ولا لا، هذه ما فيها داعي، هذه خلي بالك.
هذه عادي يجيبها 10 او مش 10 ما تفيد في شيء. اللي يهمني ايه يا اولاد؟ ان الحته دي قد الحته دي قد الحته دي. طبعا برضو كمان يعني ماشي من هنا لهنا قد من هنا لهنا قد من هنا لهنا. فلما اخد متوازي الاضلاع ممكن اخده كده كده وكده وكده وكده. الاثنين دول مع بعض بيطلعوا 20 لان قد الضلع المتكامل هذا المستقيم. وبرضو الاثنين الثانيين النص الثاني متوازي اضلاع. يعني دول يطلعوا 20 ودول يطلعوا 20، 20 و20 هيساوي 40 والجواب هيكون ب. ولو هو كان 15 يبقى الجواب هيكون 30. برضو السؤال ده ليه شكلين دربتكم عليهم. الشكل الاول لو هنا 600 والشكل الثاني لو كان كام؟ 5000 وتوقع. ايه كانت مره كان 6000 ومره كان 5000. ان شاء الله عليكم. بيقول اربع مولدات تعمل بكفاءه متساويه تنتج 6000 واط. اذا تعطل قول يا عبد الله. 6000 يا استاذ نقدر نختصرها بان نقول مثلا 60 ثم نحط صفرين. ماشي. كاختصار يعني. ماشي. نقسم على 4 عشان عندنا 4 60 على 4 فيها 15 نحط الصفرين. نحط الصفرين اللي شلناهم هذا حق المحول الواحد. تمام. فناخذ 6000 ونطرح منها 1500 او نضرب 1500 في 3 عشان عندنا 3 محولات. بطل. يطلع الجواب 4500. ان شاء الله عليك. طبعا يا اولاد السؤال بالشكل هنا زي ما قال عبد الله انا اطلع احد المولدات يعني ربع اقسم على الاربعه. برضه في حاجه القسم على الاربعه بطريقه سهله اسمها هات نصف النصف. نصف النصف يديك ربع. ال 6000 نصها 3000 وال 3000 نصها 1500. أطلع من 6000 1500 يدينا 4500. سؤال آخر جميل بيقول أوجد قيمة ص في الشكل الأمامي. اكتبوا الإجابات. طبعا برضو سؤال ده حلو في معلوم. نفس السؤال اللي جاوبه عبد الله عمر من شوية. قول لي يا أحمد يا علاء. قول لي السؤال ده عايز قيمة ص تطلع بكام؟ أنا هعمل 110 دي زاوية خارجة. أيوة. فتبقى 50. نعم كمل. أيوة زاوية خارجية صح. ف 110 ناقص 50 يكون الباقي 60 ومقسومه نصين فنلاقي س في س فتكون 30 س بتساوي 30 فبالتالي 50 زائد 60 50 و 60 تبقى 110 هيكون من الباقي 70 يبقى ص بتساوي 70. تمام. تعال معايا يا اولاد كده نشوف احمد بيقول ايه. احمد بيقول ممكن نسميها بالزاويه الخارجيه وممكن احلها بزوايا المثلث. هناخدها بطريقه احمد بالزاويه الخارجيه. لو كانت الزاويه هذه 110 يبقى الاثنين البعيدات دول 110 الخارجيه تساوي مجموع الداخليتين يبقى هذه هتكون كلها 60 يبقى دي 30 ودي 30. برضو نفس الكلام لو هذه 110 يبقى داخليه لهذا الشكل خارجيه لهذا الشكل يبقى هذول يطلعوا الاثنين 110 يبقى الزاويه هتكون 80 عشان 80 و 30 هيدينا 110 والسؤال 19 الجواب هيكون 1000. في واحد تاني قال لي لا انا ما حليتها كده انا حليتها باستخدام الزوايا وكملتها لل 180 عادي. في واحد طالب تاني يقول لي يا اولاد لو هذه 110 يبقى هذه 70. تمام. يقول 70 و50 120 يبقى هذه 60 30 30. هذه 30 و70 100 يبقى زاويه ص تطلع ب 80. طريقتين للحل بيدينا نفس الاجابه. يلا السؤال كده عشان بس ما اسهركمش زياده. يوفر محمد 20% من راتبه البالغ 10000 ريال ليشتري سياره
سعر السيارة 80,000، كم شهرا يحتاج لشراء السيارة؟ اكتبوا الإجابات، واللي عايز يشارك صوت يرفع يده. ايوه، والباقيين فين يا اولاد؟ قول لي يا كريم، قول لي يا كريم، الله يهديك. ما بترفعش يدك ليه؟ كنت بتشارك اول واحد يا كريم من غير شيء. قول لي كريم. مصر بقى 40. احكي لي القصه، انا عايزك تحل معايا عشان الطلاب. تمام يا مصر. هو بيقول لك يوفر من راتبه 20%، فاحنا مثلا هناخد 20% من الراتب بتاعه. صحيح، راتبه 10,000، 20% كام؟ 20,000. يا اولاد لما تحب تجيب عدد زي العشر الاف، هذا المبلغ الاساسي اللي هو 100%. العشرة بالمية يعني شيل صفر، يعني العشرة بالمية 1,000 ريال. طب والعشرين؟ يعني 2,000. كمل يا كريم. وسعرها أضرب هذه في كام عشان يدينا 80,000؟ 40. أضربها في 40، صح. يبقى إذا أنا محتاج 40 شهر حتى يكتمل شراء هذه الإيه؟ هذه السيارة. إن شاء الله. أنا شفت أحمد علاء وقبله حبيبة وقبلها عبد العزيز وقبلها ميمون رفا، ثلاثة بس اللي حلوا السؤال، الله يهديهم بس. هذا السؤال مرة قوي، مرة حلو هذا السؤال، بسرعة، برضو من الأسئلة القوية في الاختبار، للأسف الطالب غلط عندي فيه. بيقول قارن بين القيمة الأولى والقيمة الثانية. طبعا على الفكرة ما فيش آلة حاسبة في الاختبار، تعرفوا هذه صح؟ اكتبوا لي على الشات أو كلموني بسرعة. سلمى بتقول الإجابة ألف بس، سلمى الوحيدة اللي حلت، إن شاء الله عليكم. وين الناس؟ وما في أحد. طيب كله يسمعني، كله يفتح المايك ويسمعني كده، يلا ركزوا معايا، اسمعوني يا أولاد. طبعا هل ينفع أضرب الأرقام دي؟ قولوا لي صح ولا غلط، هل ينفع أضرب الأرقام؟ لا لا. أعمل إيه؟ استأقول لك بقى عادي بطريقة. قولي. حللت اللي هو الأربعة، كتبتها أربعة سبع مرات، اختصرتها. هو ده الكلام، هو ده الكلام يا أولاد. عشان تحل السؤال ده لازم التحليل. التحليل يعني تخلي الأربعة دي أو أربعة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. وتعالوا يلا حللوا معايا. الستة اتنين في ثلاثة، والتسعة خليها كما هي لأن ما لها دخل بالأربعات. قولوا لي يا أولاد، 16 كم في كام؟ أربعة في أربعة. أربعة في أربعة. طب والاثنين وثلاثين كم في كام؟ أربعة في ثمانية. أربعة في ثمانية، فك الثمانية، أربعة في اثنين، يلا بالمرة. يلا بسطوا معايا يا شباب، احذفوا لي يلا من اليمين واليسار. حد يعرف يحذف؟ عدوا معايا. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، والاثنين في اثنين بأربعة، دول خمس أربعات. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. شكرا. ما بقى عندي إلا هنا كام؟ 16. وما بقى عندي إلا هنا كام؟ 27. والجواب ألف. أحمد يا علاء قول لي بسرعة، أنا عملت إيه بسرعة؟ أحمد علاء قول لي أنا عملت إيه؟ فين أحمد علاء؟ قول لي يا عبد الله، عبد الله عمر، أنا عملت إيه؟ فين الطلاب؟ أنا مش عارف فين الطلاب، فين طلابي؟ أعذرني
اعذرني يا استاذ، كان اهلي بالغرفه. طب يلا، ما حد انت ولد او حد يسيبني في التدريب ويمشي يا اولاد. قول اقول له عملت ايه هنا يا عبد الله؟ اول شيء استاذ فكينا الاربعة والسبعة، انها تصير اربعة سبعة اربعة وسبعة، يعني اربعة سبع مرات، هذه سهلة. اخش على الاولى. طيب هذه لا خلصنا الجزئية، القيمة الثانية اروح القيمة الاولى، اروح اضرب الايه الاعداد، اعملها عملية تحليل لانها الى ابسط عواملها. الستة اثنين في ثلاثة، التسعة خليها، الستاشر اربعة في اربعة، الاثنين وثلاثين اربعة في ثمانية، فك الثمانية اربعة في اثنين، عد هنا كم اربعة واحذفها مع كم اربعة في الجهة الثانية، تجد ان هنا يا اولاد فيه خمس اربعات وهنا خمس اربعات، ما بقى عندي في الطرف اليسار الا اربعة في اربعة، اربعتين بس، لان دي كانت اربعة وست سبعة يعني ستاشر، وفي الطرف اليمين بقى عندي تسعة في ثلاثة يديك سبعة وعشرين. القيمة الأولى أكبر من القيمة الثانية، واختار ألف، وبكرة إن شاء الله والحصة الجاية إن شاء الله هنكمل باقي نموذج، نموذج القراءة والزجاج من النماذج المهمة، ويا ليت تحفظوا الثلاث أسئلة المهمة اللي إحنا ذكرناهم اليوم، هذا من ضمن الأسئلة القوية، والسؤالين حق المتطابقات اللي فيها جذر سين واللي فيها سين ناقص صاد. موفقين يا رب، ونلتقي إن شاء الله في الحصة القادمة. معلش سهرناكم اليوم، شكرا، السلام عليكم. يلا خيرك استاذ، ما قصرت. الله يوفقكم يا رب، مع السلامه. يا في امان الله، استودعكم الله. بإذن الله، مع السلامه.